الله حيهم. تفضلوا يا شباب. تقلطوا تقلطوا يا اخوي تقلطوا يا الربع. اصدقائي معداتي صاروا جاهزين. بسم الله. الاجواء كثير حلوه، المغامره كثير حلوه اليوم. اخوي بلشنا تنشوي. السلام ورحمة الله وبركاته يا شباب. هاي وصلنا عند المي، محل جديد هلا مثل ما انتم شايفين جديد وصلنا، وكاتن كب بلكي ان شاء الله هذا محل ما كل جينا له لسه، عسى ولعل بلكي ان شاء الله يصير نقر ونتوفق. وادعوا لنا يا شباب. السلام عليكم، صباح الخير شباب غوالي. وصلنا لعند المي تنجرب مكان جديد اليوم انا وعمي ومحمود. مشوارنا كان بعيد شوي، سقنا شغلة 45 كيلومتر. تنزل الأغراض هلا ونبلش نكب الكلالي، تعالوا معنا، أتمنى تستمتعوا معنا بالرحلة. تحياتي لكم غوالي. ياكم غوالي، متفائلين والله اليوم، البركه كثير حلوه، السياره مثل ما كنتم شايفين اجت على قراغ المي. متفائل انا اليوم، وكل مره نطلع زاتان متفائل انا ونرجع عيد فاضيه، بس اليوم ان شاء الله نتفائل ونرجع يصير صيد اليوم ان شاء الله. جبنا شويه حطبات معنا اصدقائي، حسب قلنا احتمال المنطقه اللي نروح لها ما يكون فيها حطب، طول كرمال الشوي تنعمل كباب باذنجان اليوم ان شاء الله. حياكم شباب، هاي عمو محمود كب اول كلاب، هذا الكلاب الثاني. حلو باشره. ايش حطيت عمو محمود؟ هذول اثنين دود. دود اثنين الثانيين ايش تتحط؟ حطيته فين في الشيء على كبن. يلا هاي عمي ابو محمود كب الكلاليب شباب، هذا الثاني كبو، عنده اثنين تيحط فشه كمان، وفي واحد تيحط كسبه. شلون غمق المي ابو محمود؟ والله غمق المي مو هالغمق وي مو؟ لا والله بس يعني هذا باشر باشر. انا اقول مو نفضي اغراضنا، في حال ما عجبنا المكان بلكي نغير محلنا، ايش تقول ولا لا؟ يلا كمان يا ابوي كوني هلا قعدنا في الساعة الزمان هوني. دي يلا قعد اجيك. حياكم غوالي، هذول كلاليب عمي ابو محمود، عنده اثنين فشه، هذول هلا بدي اكبن انا. انا بدي اكبن اصدقائي. سمينا بالله. هذا ممتاز ما شاء الله. بحطوا محل هذا عمي محمود الثاني تكبوا هوني. جيبوا. الطعم فشة هدول فينا اصدقائي، هاي الكلابة. طبعا بالطرف المقابل في صيادين اصدقائي. هذا خيط وليش عم يفلت من علي وابو محمود؟
يا احسن من هيك ما يروح. راح مقدس النار راح يا جماعه. ما اقول لك الاجواء كثير حلوه، الدنيا دفيه، ما في برد اليوم لا. ما في برد ما مو لا جمنا حلو والله. عم محمود كلاليب وتمام صار اصدقائي، هلا ضل انا اضبط معداتي ان شاء الله. متفاعلين خير اصدقائي، معداتي صاروا جاهزين مثل ما كنتم شايفين. هذا اول كلاب حطيت الطعم فشه حطيت فيه، هذا الثاني كمان حطيت فشه فيه، هذا رصاص وبرتين كمان حطيت ثلاثه فشه، عندي هون اثنين كسبه وخرز حاطط مثل ما كنتم شايفين، عندي هذا كمان خرز زي مثل ما كنتم شايفين برتقاليه. بالصناره كمان حطيت كسبه وخرز. بدي احط طبعا من هدول الكلاليب كمان، هلا هدول على الارض اصدقائي، بدي احط ثلاث كلاليب دود كمان. هلا سمينا بالله بدنا نبلش، هلا بدي اكبن ان شاء الله اصدقائي. هلا بدنا نشكشك السياخ ان شاء الله. هاي السناره مثل ما كن شايفين وخمس كلاليب. تعالوا معي، تعال قرب ابو اليوس، تعال صورنا من قريب. سنارتنا خليها حطها عمي ابو محمود، حط وضع الطيران وشباب حاليا صوت مو يطلع منه. ما خاف يجي السيارة ايه مقابلنا في سيادي. تعال بجوز تعال صور للشباب الطيبة سنارتنا هون. كلاليبنا هون بدنا نحطهم، هذا واحد والله. المكان قاعدة كتير حلوة بس شرط يصير صيد. احنا ايش بدنا اذا ما صار صيد؟ ايش فهمنا من حلاوة القاعدة؟ يا اخي صاروا جاهزين، تعال بليوس تعال تنكب الكلاليب، تنكب السنارة كمان هنا. هاي لعيون الاخوة المتابعين ولعيون عمي ابو محمود شباب. بسم الله والله احلى من هيك زت. ايش بدك ابو محمود؟ نبلش بالفشة برأيك شباب. هذا أول كلاب مثل ما كنتم شايفين حاطين فشة فيه، سمينا بالله هذا ستن. بيني وبينكن لسه بدي شوي لحتى إيدي تاخد على هدول الكلاليب، هاي ثاني مرة استعملت. ايش رايكم شباب الزتات؟ برايي ممتاز عم بيروح، راح قريب على مثل السناره تقريبا، راح مو كويس عم بيروحوا محمودين. والله لحد الان حركه المي ما عم تبشر بس متفاعلين. والله الزتات كثير حلوه ما شاء الله. هاي فشه كمان هون.
هذا سيستم الكسبة شباب. الشباب اللي عم بيسألونا شلون شوفوا مثل ما شايفين تحت أصدقائي في عندنا خرزة وفيها مثل دودة صناعية. بسم الله. بيدك على راسك أبو اليوس. زيتاتنا حلوين اليوم. المي مغمق طبعا شباب. بشر ابو محمود شقد وزنه؟ لا لا في 7 كيلو. سيادك فيها يا شلون تسحبها لحالك؟ دودنا مثل ما هو. توكل على الله تنغير محلنا عمي ابو محمود، ايش تقول؟ والله شباب المكان ما يبشر خير، المي مغمقة كثير بصراحة. والمكان الثاني 15 كيلومتر لفوق افضل من هون. فهلا كعمه محمود بلش يضبضب معداته. شوفوا البركه ايش قد حلوه هون يا جماعه. بركه حلوه ما في شيء عم اشتغلنا. اي والله بركه حلوه ومقولتك صيد ما في. يعني جاي تنبرك. تنضبضب المعدات هلا اصدقائي تنغير مكاننا. بكفي يوم من هون سحبنا وجبه كبيره. حياكم غوالي. رح نغير مكاننا تنضبط العدة. البركة هون كانت كتير حلوة اصدقائي، بس شوفت عينكن نقر ما في. حياكم غوالي، بلشنا نضبط معداتنا. بصراحة المكان كبركة كتير حلوة حلو، بس كنقر ما الوضع ما يبشر بخير بصراحة. هلا عم نضبضب معداتنا مثل ما انتم شايفين. رح ننتقل 10 كيلومتر لقدام ان شاء الله. كبيتوا كومة كلاليب زي ها؟ كبيتوا 7 كلاليب يمكن. ضبضبت كلاليبك عمي ابو محمود خالص يا عمو محمود. محل نزلنا له اول مره ولا طمانة فيه انه السياره تنزل لعند المي، بس ما صار صيد بصراحه. النقر والمكان كان كثير المي رقيق بصراحه. راح نروح لمحلنا هلا اصدقائي، شغله 10 كيلومتر لقدام. طريقه وارزه شوي ها. الأجواء كتير حلوة، مغامرة كتير حلوة اليوم، بس مع الأسف ما توفقنا لحد الآن. هلا عندنا مشوار مشي كمان شوي، احتمال هذيك السيارة ما تنزل عند المي أصدقائي. تحياتنا لكم، هلا رح ندير مكاننا. حياك أبو اليوس. هون محل القاعدة. Thank you.
الحشار. الله يجيبه. يلا. سلامات اصدقائي، هلا بدنا نبلش نشوي. والله شفت عينكم كبينا الكلاليب، جعنا كثير، جعنا، زبطنا القاعده، القاعده صارت كثير حلوه. هلا شغلنا النار، بدنا نبلش نقطع الباذنجان ونشكشك اللحمه ان شاء الله. والله هون كمان لحد الان ما صارنا قرب بدنا اصدقائي، قاعدين عم ننتظر. شكلنا بالطعوم يعني ما خلينا طعم وما كبينا بصراحه. تنشوف ايش يصير معنا هلا، تنستمتع بالشوي شوي ونتسلى. صار نقر، صار ما صار نقر كمان لليوم، صار الصباحية هون. يا جماعة مو محمود المنشار مجي زيادة إلا تيكسر هالحطب، شوف وما يتركها إذا ما يكسرها. هنشغل النار هلا، البركة رواق، الدنيا غيم. يا أبو محمود والله شغال النارات عمو ابو محمود. هون باركين شباب، هدول كلاليب عمو ابو محمود. انا كلاليبي هنيك على يمين وشايفينن، هاي قاعدتنا هون. وين ابو محمود؟ هلا والله. ايش مسلي يا اخوي؟ اخوي بلشنا تنشوي. ايه نسوي كباب باذنجان. ايه ايش عم تسوي؟ تقطع باذنجان هلا؟ ايه ايوه. ايش رايك برحلة اليوم عمي ابو محمود؟ شلون الصيدات؟ رحلة اليوم طيبة بس ينقصها نقر. كالعادة ينقصها نقر. ايه بالله يا اخوي ينقصها نقر نقر. هلا بعد ما تقطع الباذنجان ايش تتسوي عمي ابو محمود؟ نشكم بالايسمو ونسوي لحمتنا معك. هاي السياخ نازل على يسار واصدقائي تنشوي. نارات نازله شغاله، معنا حطب ليوم الحطب. السهره صباحيه اليوم. عمو ابو محمود من البارحه ما تعشى يا جماعه، يعرف حسب حسابه قال في كباب باذنجان، عم بجوع حاله من البارحه، مو هيك عمي ابو محمود؟ ايه اخوي ايه. هاي الاجواء. نقر ضعيف كالعادة، شوفوا المناظر. أصدقائي اليوم طباخنا العم ابو محمود قاعد ما بعرف بيزبط الوضع. هاي نارنا شغالة، حطبات عندنا هون زي شوية حطبات، حطباتنا يكفوا اليوم. لحمتك مو لازم تنديها شوية تفرط عمو ابو محمود. عيني مي يا هالنار كله يقول عيني مي. جماعة شوفوا هالمنظر هالطلالة، قسما بالله شغلة جنة.
يعني لو واحد يضرب شوربة عدس كمان هون أطيب من كباب بالمدينة. إيش تقول أبو محمود؟ إيه لحمتنا بس ناشفة يا عمو محمود، بدها شوية مي. كانت ندي إيدك تطفرت لأنه عمو محمود وضع لمساته السحرية على اللحمة يا جماعة. هلا كان يحط دود هون جدد الكلاليب، عرفتن علي؟ حط الدود وجا زبط الوضع، استلم الأكل. مو كبيرة والله. الله حيهم. وقف شوي محمود أنت تفرجيها للشباب. هاي ماما يا طيار يا جماعة عالكسفة حجمها حلو، شوفوا الحجم ما شاء الله. هاي أول سمكة استفتاحية اليوم، شوفوا الحمد لله رب العالمين. غيرنا المكان استفتحنا، صدقوا لو بغينا هونيك ما كان سحبنا ولا سمكة، ربي لك الحمد. هلا نجدد الطعم، هاي أول سمكة كارب، شيء مرتب ما شاء الله. نجدد الطعم هلا أصدقائي، قاعدين عم نشوي طبعا، كنا ضربت معنا الكسبة مثل ما كن شايفين. هلا نجدد الطعم إن شاء الله. يلا الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله يا جماعة إن شاء الله يكون سرب سمك جاي يكمل معنا، يعني إن شاء الله أولاد عمامه كمان يجوا. أصدقائي اصطدنا السمكة الحمد لله، جهزنا الأكل، الأكل كمان صار جاهز للشوي. هلا بدنا نشغل النار، نظبط الجمر وبدنا نشوي. كلاليبنا هنيك، حركة النقر خفيفة، ما صار نقر أبدا، يعني هديك السمكة بس أكل الطعم مباشرة بلا نقر وبلا شي، مباشرة سحب. أجواء كتير حلوة. هاي صارت بعد الظهر، نحن هلا يا عمي أبو محمود هون. هيدي خوفة مثل صاحبة. شباب هاي سوينا البصل والفليفلة، موضحنا لهم بيقشر، حطينا الكباب باذنجان، ظلت البندورة كمان. هاي أجوانا، الحركة خفت، ما ضل نقر، ما ضل لا والله. يا سلام بلشت الرواح والله.
جعنا كثير والله. هاي وجبة الأكل على وشك إنه تصير. شوينا البصل، شوينا اللفافة، ضلت البندورة، البندورة آخر شي تركناها والله. هاي أكل على وشك إنه يصير. أصدقائي هدول كفين صاروا جاهزين، ضل عندنا السيخ والبندورات ضلوا على المنقل. طيبين صاروا عم ابو محمود؟ اي والله ما دقنا عمرك. مو هلا دقتن قبل شوي؟ بعد ما جانا دقتن طيبه كانت. حطينا لحمة على الريحة فيه يا جماعة، على الريحة. ها بس هيك شموا لا تدق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعمة الله. حطينا شاي زي، حطينا شاي نازع الفحم، ضل تنشوي البندورات زي. تفضلوا يا شباب. تقلطوا تقلطوا يا اخوي تقلطوا يا الربع. بسم الله والله جانا جوع اخوي. هيا كلنا صار جاهز يا جماعة، والله نستحي نقول عنه كباب باذنجان، ريحة لحمة فيه. هيا عملنا بابا غنوج، شوينا باذنجان يا جماعة. قسما بالله عمي ابو محمود جوعنا جوعة، يعني لو تجيبوا لي لحمة حمار مشوي راح اقول لكم شي ناهي من كثر ما جعنا. شلون صار ابو محمود؟ شباب الشمس على وشك انه تغرب، حتى عتم الدنيا هلا على يسارنا هون. الصبح نحن نتمشى شفنا كمية حطبات منيحة، نروح هلا نجيب لنا شوية حطبات مشان نشغل النار ونتدفى. عدنا شوية حطبات، شفت نضل عدنا شوية حطبات، نجيب لنا شوية حطبات زهلا انا وعم محمود من هنيك، تنرجع نشغل نارات. الجو برد شوي لبين ما شقد ما عدنا نار، رح نضل باركين هنا أصدقائي. بس ما يخلص حطباتنا ما يضل عدنا حطب نشغله ونتدفى عليه، تنحمل حالنا ونروح على البيت. المنشار زي ما هو عمي أبو محمود، لتنجيب لنا شوية حطبات. هدول الحطبات شوفوا الكنزب شوفوا الكنزب. هذا عمود هلا تنقعد بالمنشار تنقصقص لنا فطوط. هو طبعا عرفتن عليه نشر بسرعة، تنقطعه وتندفع عليه. يا عين شوفوا عمنا محمود هاي كسر مسكة المنشار. ضربتك يا اخي مو تصير ضربتين انت ابو محمود. اصدقائي مسكة المنشار انكسرت بيد عمي ابو محمود، بس مو مشكلة ندبر حالنا فيه. هذا العمود مثل ما كنتم شايفين سمينا بالله يا رب. مسكته انكسرت بيني وبينكم، ما بقى تتحكموا فيه كويس، بس راح ندبر حالنا فيه. ايش نسوي بيني وبينكم يا جماعة، منشارنا كمان مش زيادة. جواتن مي أصدقائي، إن شاء الله يشتغلوا معنا، في حال ما اشتغلوا والله تعبنا راح الفاضي. لا تجي لا تجي. نشرنا لنا شوية حطبات مثل ما كنتم شايفين، جواتن شوي رطب، إن شاء الله يشتغلوا معنا. عندنا هنيك حطبات ناشفين كمان راح نحطن معنا، إن شاء الله يشتغلوا معنا. تعالوا لا تنشغل لنا. هاي المكان اللي عم نصير اذا طلعوا هون هيك حواليكم مليان حفر. عم محمود فرجين هون زي هالحفر هون مثل ما انتم شايفين هون. هون هالحفر مثلا طلع عند اجرك تقدر تفرجيها للشباب. شوفوا كوا حفره عند على البخش البخوش.
اصدقائي هون في جرابيع، عرفتن علي؟ جرابيع مليان هون ينشطوا بفترات الليل. مرة الماضي انا قاعد سطحت نمت هون عم قراغ المي العمى، فقط شفت شيء على جريع عم بيلعب. جرابيع مليان هون، جربوع معروف اصدقائي، خليط بين فاره وارنب والقنقر معروف. عنده ادانين ارنب، دنب ودنب فار، وجري وجرين قنقر بكي تعرفوه. اخواني الحمد لله رب العالمين، هالسمكة الوحيدة كانت رزقة اليوم، الحمد لله استفتحنا ما رجعنا ايد فاضية اليوم. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالرحلة اصدقائي، نشوفكم بالرحلات القادمة ان شاء الله. سلامي لكم انا وخلف الكاميرا العم محمود، الى اللقاء بالرحلات القادمة ان شاء الله.